سيادة مرحبا بكم، السلام عليكم، والتحية لحبابنا وصحابنا وخوتنا والمحبين ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب. خوكم عبد المجيد ديرو جيم أبوني بارتاجي 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 يا كاكوك شعوني ولاد عار خطأ يا الله تعك تسمع هدرتك انت براسك علي قلت علي السكون تضحك ودين نظرت انت لي على صيك شي خرية وجي علاش تبعد اخو سمع من القاتل هاد البريسة ها هي راه رتبة ايوا سي اخو سي محمد راه انت عزيز عليا عطيتك احسن براسة من الحلقة الكيتة الأولى اللي بين عاود لكم وديا سير أخويا راه مركانة راه هي سير أخويا راه بحال عاودوها عرقنا ولكم إلا ما خدينا عليكم قاعدين هنا ما بينا ما علينا تسمع غنوليو هاد الشرطة العلمية لا لا قلاوين حنا القيادة هذا داك اللي من الدار البيضاء مرحبا بك صحاب الحيرة خطر والله العظيم شو هاد صحاب الحيرة هما كي تيديروا الحوايا ديال الحلال تيدخل تيتفيدو بسم الله واحد النهار جا وهي تقول ليه مرتو شوف ما باقي دير معايا هذيك الحوايا انا وراوني العيالات كي تيديروا الحوايا قال لها كي تيديروا يا قالت ليه الراجل تيجي كيحيد فوقيتو كيلوح على المراه المراه كتحيد حتى هي السوميش ديالها كتلوح عليه هو تحيد تريكو السكم اللي لوحو عليها هي تتحيد السوت ديالها كتلوحهم عليه شوية تحيد السروال دا تلوح و تهزتا هو السروال دا يلوح عليها تا كيتهراو عاد تا يتهانكو عاد تا يتباوسو عاد تا يتحاواو تا إذا تجي تفي الضو بسم الله قال لي لا لا تا حنا غادي نعودو نديرو بحال هاد الناس يا ما يجي داك النهار عيد التريكو لاحتو عليك عيد الفوقية لاح عليها عيد السوتية ما تلاحتهم عليه هبط السروال لاح عليها جاء السروال هنا تحت فوق الناموسية كاو من يقلبوها لقاو ولد القحبان ساتيم وما بجيب شتي الحوايا الروبية فين خرجاتو ولا قالت الروح كترى الواحد ميكانيسيان تا هو دايس هو يبان ليه واحد شعله فيه العافيه فكتعرف دابا بنادم شعله فيه العافيه اول حاجه اش خاصك دير حيد شي جاكيتا ولا شي حاجه وطفيه حيد البلوزه وبدا على هذاك طا 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 دار فين كاع كله تبايات بدا يشرى ليك الكرامونيت بقات عنده في الجيب ولا قحبه وبدا عليه هاك 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 البخيه قاعد تحت واحد الشجره كيتضلل شويه تا دارها كتبان ليه المسخة تحت على الجلابه هز عينيه كيبان ليه بالهدود فرر وشو البخيه اش قال ليه راس يا قال له سختي الجلابه يا الله يا القحبه يماك فيك لا بحال يا مشات جامع قاز عالمرا اللي جات كتسبب عنده تيكتب ليها الدم ديال بالهدهود كيصلاح لك هذاك الريش كيصلاح لك هذاك راسو تيصلاح تفرق القحبه يماه بياس ديطاج ها هو باقي معلق عند العطار شتي تقول لي خرج عليه تسحب كذا راه الفقيه هو اللي خرج عليه نعم وحنا من لي زابوني حتى انا راه من لي زاكوني مرحبا بك منين خليها هكاك ما تفيها ما والو هاد الراجل فتح الباب بطلع 10 درهم انا ما كنت كاع مازال ما بغيت ندير الفاتحه
ولكن حنا الحلاقيه كندخلوا على الفال، بيت واحد 10 رجاله يديروا لينا الفتوح يجربوا هاد الحليقه باش واقفه على الصح ولا تنعاود الكري. ويلي ما تعطيو حتى حاجه حتى نديرو حاجه، اللي ما زاد على ما سامحنا الزيديك واحد الدعوه ديال الخير، اللي قالها يربح واللي سمعها يربح واللي خشنا فيها ما تربح. خلي الهضره الخاويه يدي الريح، نعدو هنا وقولوا الرحمن للوالدين والله ما سمعتكم. زيدوهم الثالثه الله يا ودي لا رحمه الوالدين ما فيها والو، ولا تسنانا تديروا لك حنا شي قلب دهنوا راهي طوال ضربوا في حياه بعواج. انا ولد قحبيله ضربتي في حياته مع عواج راه ما بقى عندك زب، لا ولاد عندك بيتزا. ياك رحمه الوالدين كاين نص العام فاقت عليك ولا قال لك كيداير مع الحوم؟ كي داير انا شحال هذا ما طليت عليها ودار في خير. ها هو بغيت تشوف ودخل. يا ربي خويا السي محمد راه كيضحك معنا وصاحبنا ويوميا كيجي عندنا للحليقه وكيدير لينا حقنا. يا مولانا راك عالي وعالم ما في القلوب، شافيه وعافيه ولا تغلب زمان عليه يا مولانا الكريم. عند ولدي هاشي بركه داو يا ربي لا تخطيه بركه في العمل ديالو، انك على كل شيء قدير. يا ما تلوش جدا عندك سيدنا الاولين وليدي قالوا لينا اللي مرميه من فيا. يا ربي هذه البركه رحمه الوالدين يا مولانا. عند سيدي يا ربي رحمه الوالدين. شوف اللي قال لك المغرب مقاول ياك هذا بوسط المغاربه ياك بعلاك انت حازق هذا من خمسة الحويات ماشي هنا في الصومالية ولا ما هنا كاع ما تجيب لك تات كفيتة الصابون البلدي 400 الصابون البلدي الشيخ راه يولي الحمام ديال موتين صغير كرو تبارك الله اجمع لا تمشي مخاريه اللي جايبينها مكرنا الى بقيتي تتكمي غادي يضحكوا عليك الناس خبي داك سي وجيب اول لعبه بعدا الا بغيت تكمي خصك انت تكواك انت تخبى ما الا تكمي كواك بغيت تدي الصدقه والرحمه للوالدين ديريك تلي كميتي ولا قحبه مسخون الوالدين انت شو داي كمي انت تخبى عاد كمي جوج حوايج ما ديرهم انت حدا الناس الكمايا والحوايا باردونا ديال فرنسا ويا يا باردو هذاك الشيء علاش نصارع سخوم البلاد غير على ديك القرايه ديالكم في التليفون اشري وخبي بجيبك خبي بجيبك واخا يخبي بجيبك نحسن لك غير خبي بجيبك خبي بجيبك الله واسع تولي تقول الله بقى فيا داك الفيديو اللي صورت راه المخرى ديما تيمشي داك القلاب من المخرى عاد الشوارع تكون مزيانه والانسان ما يعود يزربش وما يعود يبرقك انت تبرقك حتى هو راه خايب والزربه خايبه مصطفى ولا لا واش كاينه خويا ولا لا لا الزربه خايبه لا اللي تيزرب كيتعطل ومول المهل ها حلقة فيها شي شوية ديال البش يا ابن قرير يا هذا علاش قلت اش بغيتي شتي هادو انت هما؟ ها؟ شوف دابا هادو بيعطيك شي ريال هادو حاجه اللي معاهم شنا هي هي الحسنه الاجر عندي معاهم الحسنه وانتوما ما تعرفوش هاد الحسنه كي دايره
هادو دابا الأكثرية كتلقاه ساكنين عندهم بيت مع الجيران، دابا فات العشاء جابه من الخدمة با يدير شي محاوية مع المرا، الدراري مصدعين ليه كرو، تيقول هنا دا وليدي سيدي جاب ألف دارا مشيت باقي مقصر، نوض سير نوض، باه راه تايحوي فمو وأنا هاني ملاهي الدراري، نوض سير أوليدي راه غيكون باك حواق. واحد خينا عنده واحد جوج وليدات، على هاد الماركة هادو باقي صغار، والراجل مسكين غير على قد الحال، با بغيت بيكالا، با بغيت بيكالا، الراجل ما عندوش، كاين بعض المرات اللي تعطل كاع حتى تيجي تلقاهم نعسو. واحد النهار تعطل جا لقاهم باقيين فايقين، قال المرا الدراري قالت له باقيين تيتسناو جبنا لهم بيكالا، وعيط على واحد قال له جا وليدي انت من اليوم انا هو البيكالا ديالك، يلا اركب على ظهري، وعيط على اخوه قال له زيد انت البيكالا ديالك هي ماماك، يلا اركب، هي ركبت واحد وهو ركب واحد، بداو كيدورو الدراري في قاع الدار. عطيت دراري صغار فرحوا مشاو نعسو الصباح، واحد كيلعب على برا بالزنقة، واحد في قاع الدار ما عطاش تيقضي تيدور في قاع الدار، شويه هو يطل في البيت جايبه ليه بو با طالع فوق امو خدام تيحوي فيها، خرج تيجري كيعيط على خويا، خويا جري جري ربي ركب لك على بيكالتك جري. يا لي خسر يا سلسله زويني يا كل مشيشه والده شي وليدات، يا الصحافه كدير معاهم استجواب، سولوا ديك المشيه الامريكانيه قالوا لي زعما كيفاش درتي انت ولدتي هاد الوليدات هكا زوينين، قالت لهم هذيك المشا الميريكانية، قالت لهم اودي كنت قاعدة فوق الفوتويات كنتفرج واحد البرنامج ديال الحيوانات، بانوا لي شي قطيتات زوينين ودو حمد عليهم وخرجوا لي الوليدات هكا، هما يسولوا ديك المشا الفرنساوية قال لها انت يا كي درتي انت ولدتي هاد الوليدات هكا زوينين، قالت لي وما ودي خارجة كانت سارة في الشريطة بان لي واحد مشيش عوينات وزرقين عجبني حليت معاه سمروا لي خرجوا الدراري هكا، وما يسولوا ديك المشية المغربية قالوا لي وانت يا كي درتي انت ولدتي هاد الوليدات هكا زوينين، قالت لي وما انا ما نكذب عليكم انا خسيت راسي في الدار ما عرفت الضربة منين جاتني، هادي حاولها بسلت سبل، ما عرفت كاع شكون اللي ضربوا فيها بحال هاد القلاوي هذا اللي تتشوف، واحد المرا جات عندنا لمراكش، هي وراجلها لاباس عليهم، ودايزة كانت سارة، شوية كيبان لها العيساوي، شات الغيطة وكيغيط، الحنج كان ناعس غير غيط عليه هو يتقعد الحنج ودارها ومجي لا حول ولا قوة، شوف المرا مسكينة اش قال لها راسها، والله إلا هاد العيساوي كيف يقلعناش غادي ندير الدار يغيط ليا على زب راجلي يعود يقيم، جات عند العيساوي قالت له نعطيك واحد 10000 تمشي تغيط لي على واحد الحنش، قال لها يلا ادى الغيطة مشى للدار ادخل قال لها فينا هو الحنش، وهي تنعت ليه الراجل قالت له ها هو حتى الراجل عريان ومغطيها في ليزار، قالت له ها الحنش غيط عليه، العيساوي مخلص
جات الحدا زب راجلها وبرك تيي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 ي
المرا بديك الفرحه قعدت لي زار اش لقات واحد الحين خرج من كل راجلها رجليه من سكوا وليدي حدي في العناش كاع ماشي حد يا لي خاصك لي تعطي دوما دير عليها الشلع واحد خينا مشى للحومة ويترك واحد الشلح مول الحانوت قالو شي كوميرا عطاها لي مشى للدار ها وصل دار ديك الكوميرا ها قد تبردت واحد ولق بعد الشلح شحال من عام وحنا كنتقداو عندو ودابا عطاني كوميرا قد تبردت والله يا دير موت انا فيه الا بقات اش دار فارغ الدين مع الصباح لبس واحد البلوزه زرقاء وخشى راسو فواحد الطاقيه وهز واحد الكناش وستيلو ويجي عند محمد يالله جا عندو مول الكومير جاب ليه دراع ديال الكومير حطو ليه ويوقف عليه هذاك السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له ودي انا راه كنخدم مع دوك التاشرون اللي دايبني دوك العمارات وراه صيفطوا لي الخدامات تقدا ليهم لاكروت هاد الكوميرا شبقى دير فيها الزبدة والكوفيتير هادي دير فيها الزيت هادي الطول والحرور هادي جوج برماجات هادي بات السردين الشيخ خير تيشق ويدهن الكوميرا الاخرى قالوا عندك النعناع قال لي لا قالوا هادي جاي زادو خلاني هذاك القلاوي في كروك ولا الشيخ قاعد في الحانوت ودايرها اللي وقت يقول له محمد عندك الكومير تقول لي كاين مدهون كاين مدهون هادي ودار لي الاخرى تاني قال لها تا قال واحد النهار يالله جا عندو مول كوكا حط ليه الصنادق هو يوقف عليه هذاك ها وليدي يا محمد قال ليه قال يا وليدي يا محمد وكون حليتي هاد الصنادق ديال كوكا وبغيتي تلقى الكيدون وتربح الموتور وتعود تمشي تقدام الموتور وتجيب بيه دويرة محمد ما كره الموتور هو شد هذوك القراية المولاد هذوك السناد وحط حداه واحد البرميل وريلي لقيتو وتا يخوي في البرميل وريلي لقيتو تحل دوك السناد كامل ما لقى لا كيدو لا ولا محمد قاعد في الحانوت ودايرها هي اللي جات تقول عندك كوكا تقول لي كاينه طلع بار وشو الزهر ديالو ما يجي شي واحد قالو شي موينه عطاها ليه حل دارها هو يلقى الكيدو هو يخبي وعطى لهذاك المناده هذاك شرب المناده كمل محمد شد الحانوت ومشى للشركة ديال كوكا عطاهم البوشونة خرجوا ليه الموتور غير شاف الموتور قال لهم هو شركة كوكا ولا تكدير الخواط عيطوا لي على المدير ها محمد ها شدي الكيدون ها الموتور هو عيطوا للمدير جا المدير مالك محمد شدي الكيدون ربحتي الموتور ها الموتور يا قالوا سعادة المدير الموتور ها هو يا ودري اللي كان راكبوك منو فينا هو ويركب ويحوي ويدير هذاك عام شنو على خطر وخينا منو واش تسبق هكا تبارك الله شحال ما يضربوش عليك الرجل قال والله لا تصدقوا عليك هادو ديالنا تيطير لك كر الله تيخسروا عليه ولد قحبة هادشي اللي يديروا لا راه نعاود لكم تاني على واحد واحد الجوج مشاو لواحد لابيسين بغا يعوموا
واحد جا هو يعطينا داك اللي كيقطع اعطاه 100 درهم هذا كيشد 100 درهم وهو يقول هذاك قال لي واش اخويا بغيتي ورقه ولا جوج داك اللي كيقطع الله اكبر ايه زمن الاخر قال لي هرج وجرى شد جوج اوراق دخلوا حيدوا الحوايج اعطاهم لهذاك اللي في الفيستير اللي كيقابل الحوايج تا هو شد الحوايج حطهم هو يقول هذاك قال لي واش اخويا بغيت تجلسوا ساعه ولا ساعتين ها هو الاخر قال لي هاي هاي وهو هذاك يدور صاحبه ويدور صاحبه قال له صاحبي اش كتقوي واه خليتي لا بيسين ديال الرجال وشتينا لهاد لا بيسين عامره بالزوامل واش اخويا كاين مولات لا بيسين هنا قالوا كاين لا الا ما عيطنا عليه عيطوا على مولا بيسين جا اخويا شاد لا بيسين عند كاكاتير قالوا مالو قالوا لي كيقطع زامل اللي كيقابل الحوايج زامل قالوا اخويا هذاك الشيء راه ماشي منا حنا راه داك الشيء اللي واقع لينا راه واقع لينا في هذاك الشاري راه راه كاع اللي عام تما تيولي كاف وقال لي دارها صاحبو لي معاه غادي كيجري داك الشاري انت تحي وارجع 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 صاحبو دار في الشاري تشاع الله يطلع قال لي اللي عطا الله عطا لا هاد الزوار اللي مديو عليهم راه مساكن هي طايحين في الشارع والله الا كاع اللي شتيه تيدير هكاك عارف راه طاح في الشارع اوي بزناز قولوا ديرهم واحد خينا جا عند واحد البزناس بغا يشري عندو الحشيش هو يعطيه 800 قالو اعطيني شي طريفة قالو داك البزناس انا ما كان بيع الطريفة ديال 800 انا عندي الطريفة ديال 1600 بغيتيها هاهي ما بغيتيها سير فحال هذاك غادي فحالو هو يقول داك البزناس هي 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 اجيت قالو انت غادي ندير معاك واحد القضية زوينة غنسولك واحد جوج سؤالات إلا أنت جاوبتيني عليهم صحيح غنعطيك طريفات الحشيش وديك 800 ديها شري بيها كوير رواد ولا كاسكروت ولا تبرز هي واش هو السؤال الأول قال له السؤال الأول غنسولك أشنا هي الحاجة اللي كطير في السماء قال له سهلة قال له شناهي قال له الطيارة يا قال له بعت لك هي الطيارة ما قلتي شي حمامة ما قلتي شي صاروخ ما قلتي شي فأعطى الله الحوايج اللي كيطيروا في السماء ايه والسؤال الثاني قال له شناهي الحاجة اللي كتمشي فوق الماء قال له الفلوكة يا قال له بعت لك هي الفلوكة ما قلتيش باطو ما قلتيش عوام ما قلتيش شومبرير غادي فوق الماء وبزاف د الحوايج كيمشيو فوق الماء يا قالو كيفاش اخو البزناس ما قلعتش قالو لا يا قالو ياك انت سولتيني جوج سؤالات انا غنسولك سؤال واحد ولكن بغيتك تجاوبني عليه قالو سول قال له درنا في الميدان السير بزناس قبضوك البوليس وداوك الحبس ودخلوك لشي شومبري وسدو عليك وعطاوك شي طبول اش غادي دير ليه قالوا البزناس انا في الحبس وعطاوني طبول ولا غنبرك على ديال امو بالحوايا يا قال لي يا ولد القحبه ما عرفتي طبول امك ما عرفتي طبول اختك سير
السكن سماتيش. واحد خينا داير واحد ريستورا وما كيتباع ليه والو. ويتلاقى بواحد صاحبو قال له مدرا ديك الريستورا كتبيع شويه. قال له والو. قال له غادي نوريك واحد اللعيبه ديرها وغتولي تبيع وتشري مزيان. قال له شنا هي؟ قال له غادي تكتب باب الريستورا كل تيكبل ولدك ويخلص. هو جا لباب الريستورا ويكتب كل تيكبل ولدك ويخلص. ما كاع اللي دار ها ما تيكبر الدري غادي يخلص. كل كل هاك عمراك بايع شاري من المزيان الاول كلا ويتم خارج ويحبسو. اي خلص. شو واش كات؟ قالو اش كات؟ قالو انت كاتبه لا كل تكبر ولدك ويخلص. يا قال لي يا ولد حبارة باك لا هنا كبرتي. هاك الساخين الله يرحمه. هي هي الاولى كان سبقوا دينهم. واحد خينا تزوج ثلاثة العيالات ثلاثة وحدة محامية وحدة مهندسة وحدة معلمة. هاكا يهضر مع واحد صاحبو هاكا قالو داك صاحبو ولدي من برا معاك ثلاثة العيالات بخير. اش قال له هذاك اللي مجوج ثلاثة العيالات؟ قال له والله إلا تقدرت العيالات إلا طلعوا لي في كري راني غادي نتلق جوج وغنخلي غير وحدة بركة عليا. قال له داك صاحبو إلا بغيت تسعفني خلي لك المحامية ربما توقع لك شي حاجة وتوقف معك في المحكمة وتعاونك وكذا. قال له ودي هذيك المحامية هي الأولى غادي تلق القحبة يما. قال له داك صاحبو علاش؟ قال له ودي اش غادي نقول لك؟ كان قيم تعرف وين يدير معاه شي حوية كتبرك عليا بنت القحبة مداونة رفعت الجلسة ما خلاتنا نديرو والو. يا قالوا داك صاحبو إلا طلقتي المحامية خلي المهندسة كتصايب البلانات وتعاون. قال له تا هي بغيت نطلق القحبة يما. قال له علاش؟ قال له تا هي تنقيم كان بغيت ندير معاها شي حوية كتبقى عليا بنت القحبة حاجة 10 سنتيم لهادشي. جيت 50 سنتيم هنا أرجع 50 سنتيم اللور ما كانت قالت لي البلان تا تيفشل لي هاد القلم. قالوا انا غنخلي غير المعلمه بركه. قالوا داك صاحبو علاش خليتي المعلمه؟ قالوا المعلمه الله يعمرها دار غير كنجيبو فيها كتقول لي امسح السبوره عاود من الاول. امسح السبوره انت تقادر امك الطباشير. اشنا هي؟ السني مشى لعند الطبيبه دخل عندها قالت له اش كيضرك الفقيه؟ عطيها صحاب الحي. قال لها لا 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 حيا في دين كيضرني واحد العضو. عطيها عندي اخوان عضو مات عضو. قالت له اش من عضو؟ قال لها واحد العضو. قالت له هذا راه السبيطار خبي دراك عشم ما كاينه. هاني جاي نقضي شي غرض هالبياص نعس هنا وريني اش من عضو كيضر. جات الطبيبة ما عطاش خدات رجعت لقات بولحية فوق البياص قال واني قالو فات قالت اش كيضرك من عضو هو يوريه ليا. قال لها كيضرني هذا العضو. واحد الزبع قال لك الطبيبه غير دارت فيها ها قالت لي ويلي الفقيه على هذا عضو هذا راه برلماني. هذا
قريب الرئيس الحكومة. ما بقى والو العثماني قال يعوضو. ما تشوف داري لي قال شي حاجة. اه واخا. واحد الشريحة هي وراجلها ساكنين بواحد البيت الفوق. واحد العروبية هي وراجلها ها هو هاد العروبي هو ساكنين لتحت. انا فوق منكم الصيف والحال سخون الشرحه قاعده في السطح لابسه غير السوميش لا كارسون لا سروال لا والو مفرقه رجليها وقاعده كتبرد والعروبيه هي وراجلها كيسيقوا المحل ديالهم لتحت وما يخرجوا بواحد الفار فار ما فار 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 الفار طلع تيجري مع الدروج ما يلقاش الشرحه مفرقه رجليها فرد خليها بطفولة الشرحه غير تخليها الفار جات هنا بدات تعيط راجلها محمد محمد اخر ضيق شبي 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 تعال سيدي بيه دابا خايا كيفاتك دابا داك القلاوي انت ديالو راجل هذا هو من ولاد قحاف قال لي سكاي هكاك سكاي فرقي رجليك ويمشي للكوزينه جاب واحد الطرف ديال الخبز عمرو بالزيت البلديه وجا حدا طبور مرتو بدا تيفرك لذاك الفار عرفتي الفار تا هو من ولاد قحاف يخرج داك ايش داك الخبيز وعاود يدخل يخرج ايش داك الخبيز وعاود يدخل ايش ثاني الخبيز ويدخل عرفتي الشرحه معاك تخرج وتدخل قرب يجيها ولا تذكر راجل كسخروا ما محمد هذا كيضحك على انت ولا تقول هوكو ضرك هاد القراويات دابا ديري الزيت صافي هاد الراجل ما شفناه ما حنينا به ما ظنينا به لا حد البركة هنا لله يا ربي لو حتى بعدو ورزيتو لولاد القحط يوم لا بدي اجي عندنا احنا ولا جي عند ولاد القحط دار لك شي حاجه الطيرة كيقري الدراري ويبان لي واحد الوليد عنده بحالك وليدي لي قالوا زيد وليدي زيد زيد هو يدخلوا للبويد الدري غير شاف الزبل فقيه وبدا كيبكي فقيه عافاك راه كبير عليا قالوا لي لا وليدي ما تخاف ما تخاف عنده ولد خضع تقرع الزيت بلدية تما قالوا غديروا لي زويدة هذيك الزويدة كيغمس بها هنا وتيغمس بها هنا دهنوا صيفتوا في الدري تعال الله إلا كيني معاك الكل أنا هو الفقيني أنا وصيفتوا لك بلا زيت أولي واحد النهار موتة تبدلي الحوايج وهي تلقى لي مرة في السروال هيا اش هادشي قال لي امي راه تيحويني الفقيه اويلي انا انت كديتي على ديال الفقيه قال لي امي راه كيدير لي الزيت ها كيدير لك الزيت سير تقعد لا باقي نمشي عندو حولوهم عند داك الفقيه داو عند فقيه اخر عرفتي الفقه كاع ولا تلقى كلشي بحال هكا غير دارها بان ليه الدري زوين هو يقول له زيد اوليدي زيد اش من فقيه عندو كنتي كتقرا قال له كنت نقرا عند الفقيه فلان ومالك ما بقيتي كتقرا عندو قال لي راه كيحويني اوي انا انت كديتي على ديال الفقيه قالوا لا راه كيدير لي الزيت ها كيدير لك الزيت شريت وليدي نشوف عرفتي الدراري تيخافوا من الفقيه هو يهبط السروال الفقيه غير دار فيها ها قالوا له وليدي راه تكال هادي بلا زيت لا قال هذاك راه كيدير لي الزيت هذا راه ما يضرب علي حرفيا ياك يا هاني؟ وي مالك؟ ها؟ مالك كتشد على ريالك؟ اه اه وعنده حرف
اش قال لي المرا اللي قال له وياه هرب على ليك الرايات اش قال لي الرده برا هربات ليك هذيك المرا كتجيب البحوط على راجلها قال كلو حنا كنجيب عليه القوال بير كيهضر مع راجلها شي حاجه المعقول وكدير اش داكشي مريضه فيها الرياح ديوها الفقيه باغي توصلوها الفقيه راك عاودتي الفقيه الرقيه الشرعيه كيحويها مزيان كتجي للدار امدرا لا دابا لا باس العيالات ولاد القحال راجلها علي لاحق قال لي هادشي هاد الفقيه هاديك الدرا الا بغيت تمشي عندو انا غادي نمشي معاك قالت له دير هذاك النهار قال لي الا بغيت يجي معاك الرجل يجيب معاه واحد القرعه ديال الزيت بلديه ناض عمر قرعه الزيت قال لها يلاهي داها مشاو عند الفقيه غير دخلوا شد عندو الفقيه قرعه الزيت والمراه قال له قعد هنا في قاع الدار ويدخل المراه لبويد وطلق الخاميه المعلم عبد السلام الزويده أعطاه المراه زار خدام تا يقضي الغرض والراجل قاعد في قاع الدار وكيتصندد واه هذا ولد الحبه كاع ما كيقرا واه غادي وكيقرب تا قرب حدا البيت كيسمع غتدفني مات واش واحد متقبل وهو يقعد الخاميه وطل لقى الفقيه خدام الفقيه غير بانت ليه الخاميه تقعدات تقلب لقى راجلها كيضرب اش ولا الفقيه تيقول عندك بالزيت الا ما خرج من هاد المراه هاد العفريت عندك بالزيت الا ما خرج من هاد المراه هاد العفريت راجلها تيسمع عندك بالزيت الا ما خرج من هاد المراه هاد العفريت اخ هو يعطيه الفقيه الراك الفقيه غير تقلب لقى هذاك حاطو ليه في كرو تيقول هديك بالتفال الى ما حيد من الفقيه هاد الهبال